السابع اللي يسولف واجد أسلك له، تتفق ولا تختلف؟ اللي سوالفه واجد أسلك له، أعطيه إذني وبالي ما هو معه. أنا يا عزيز أتفق أتفق، إذني معه لكن بالي ما هو معه. أنا يا عزيز لا عام إيه اذني معه وعيني ما هي معه. الله اللي سولف واجد تتفق ان اللي سولف واجد لو جاك عبد الله بن هادي حلو قال لك سبع سالفات ورا بعض قال وعلى طاري السالفه بيدخل بالثامنه وانا طفشت ايه لا صعب اني اكسر في خاطره يعني تبيني ازبد له وامشي اسلك له ما قلت زبد له لا انا إيه اسلك له اجامله إيه لكن مثلا اقوم وامشي لا عندي بيت يا عزيز بقوله عن السؤال وش البيت يا مذكر اللي يقول اكثر اغلب هل المزح واللي ضحكهم واجد تلقى الزمن قد جعل فيهم مية علة. سلام. سلام. حكيم والله من جعله. وصلتك الفكرة عزيز ولا لا؟ سم. وصلتك الفكرة اللي أنا أقصدها؟ إيه بس مدري صيغة الأسئلة صعبة. وليد البيت. ولا إن الشباب ما فهموا. ما نعرف نحن. عزيز. لا تورط. والله شوف بعضهم يهدر واجد. إيه. يدوخك بهدرة. إيه. ما ودك تكسر بالخواطر أنت بعض الأحيان. أنا ما قلت لك ليش؟ لا أسلك له يسولف لي فلان سوالف واجد يقول لي إيه أسلم. لا بس انتم ما عندكم جوال فيعني انا اخذ اللي يسويها قليل الحين والله لا اتفق وخلوه يهدر على كيف حلو انا ما اقول له يا ولد تراني ما تقبلتك احترام لسالفته ولا الرجال يمكن الرجال يسولف على هذا ما هو احترام لا قلت ما تقبلتك ما احترم لا بقول له يا ولد طريقه حلوه طريقه حلوه شوف شلون انا رجال سوالفي واجد تعال اذكر انا الحين سوالفي واجد شلون تقول لي يا ولد سوالفك واجد بطريقه حلوه لا بقول يا عزيز المهم اني بجي شلون انا قم روح لو علم لا شلون علمني ها انا رجال سوالفي واجد سوالفك واجد اي وانا قابلك مرتاح لك لا والله نجلس معك لبكره شوفني انا اجاوب عن نفسي شوفني انا اكثر انسان مرجوج في ذا المكان ادري والله يجعلني فدا كل واحد منهم الماجودين واللي غايبين اقسم برب البيت ما قبلت وجه رجال الا وانا اشوف الراحه فيه ونعم 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 انت عزيز اي تسلك لي ظني اي والله ها كيف دريت ها يلا يا عزيز زين رايك بالباص السؤال التاسع